نروح لفقرتنا التالية سلمى، وعم نحكي عن خدمة ممكن توفر كثير من الجهد والوقت لسداد الالتزامات أو حتى دفع الفواتير يلي ممكن نوقف فيها ضمن طابور طويل من الانتظار. الدفع الإلكتروني يلي رح يشمل قريبا عدد من القطاعات المختلفة يلي ممكن عن طريقة نقدر نسدد الفواتير، المخالفات والرسوم. اليوم أكيد رح نتعرف عليها كمنظومة ونتعرف على أبرز ميزاتها وآلية تطبيقها مع الدكتور عمار دلول، خبير في مجال الاتصالات. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. صباح النور. يسعد صباحك دكتور عمار. يعني هذا الموضوع موضوع خلينا نقول المستقبل. صح. مستقبل الاكثر توفيرا. صحيح. بسوريا. رح نروح سوا لنتعرف بالبدايه على ماده تعريفيه عن نظام الدفع الالكتروني ونبلش بالاسئله. اوكي. خدمه جديده بدات تتصدر طرق التعامل المالي في الكثير من الدول وتوفر العديد من المزايا، منها السهوله والامان. لكن ما هو الدفع الالكتروني؟ الدفع الإلكتروني إحدى طرق سداد ودفع الالتزامات سواء اليومية أو حتى الشهرية إلكترونياً، وتمتاز هذه المنظومة بخضوعها للقوانين التي تجعل التحركات المالية تتم بسهولة وأمان. ما هي مزايا الدفع الإلكتروني؟ أولاً، تسهيل عمليات الشراء والتعاملات المالية لمستخدم وسيلة الدفع الإلكتروني، سهولة التعامل بواسطة تطبيقات إلكترونية عبر الموبايل بدلاً من الأوراق النقدية. كما يساعد الدفع الإلكتروني البنوك على تحقيق أرباح عبر الفوائد التي تفرضها بطاقات الائتمان. فكرة بسيطة عن نظام الدفع الإلكتروني الذي سيشمل قريباً الفواتير، المخالفات والرسوم المالية، لتكون خطوة جديدة تحقق السرعة والراحة في التعامل المالي. والتفاصيل مع ضيفنا باستوديو صباح نغير. أول شيء يعني دكتور الخبر كتير حلو أنه نحن يمكن ما عاد نوقف وننتظر لوقت طويل حتى ندفع، ما عاد نسرق دور بعض. خلينا شوي نكون حضاريين أكثر ونقدر يكون في وسائل بديلة. الدفع الإلكتروني خلينا نفهم من حضرتك تفاصيله أكثر وآلية العمل فيه. حقيقة نحن شفنا كلياتنا يوم الخميس صار تصريحات انه صار في اجتماع على مستوى رئاسة الحكومة مع الجهات المعنية من وزارة الاتصالات وغير وزارات لبلشت نفعل دور شركة سورية للمدفوعات. شركة سورية للمدفوعات هي شركة تعمل تحت وزارة الاتصالات والتقنية، دورها تأمن وسيط للربط مع الجهات العامة اللي بتصدر فواتير، يعني مثلا فاتورة الهاتف، المياه، الكهرباء، وزارة الداخلية عندها خدمات، وزارة النقل عندها خدمات إلكترونية. فبالتالي اليوم هي الشركة شركة حكومية تعمل تحت قانون الشركات، ولكن هي شركة حكومية تملكها وزارة الاتصالات وفيها عدة مساهمين، بس هي قطاع عام 100%. دورها حتى عم تأمن الربط مع هاي المفوترين، وبالتالي حتقدر تربط من خلال هاي الشركة كل المصارف العاملة حاليا الحكومية منها، بعتقد انه صارت جاهزة. فأي حدا نعرف احنا اغلبية اليوم موظفين ان كان قطاع العام او الخاص صار في توطين رواتب، فنحن بنقدر ننزل رواتب عادة بمصارف. فلما صار راتبه بالمصرف صار من خلال هذا المصرف كونه مربوط على هاي الشركة بيقدر يعمل دفع أو رسوم أو سداد رسوم أو فواتير اللي موجودة بتصدرها القطاع العام. وبالتالي اليوم أي حدا يملك حساب مصرفي وفيه مبالغ تغطي هاي الفواتير، وبعتقد لاحقا حتى يصير في عليها خدمات مصرفية أنه يصير المصاري تفتح عليها خدمات مثل أنه تدين هاي الفواتير أو شيء، وبالتالي حيقدر يسدد هاي الفواتير. فبالتالي اليوم الخطوة اللي بعدها أكيد هالمصارف حيكون عندها برمجيات أو تطبيقات على الموبايل أو عن طريق اللابتوب، يعني عن طريق متصفح إنترنت يقدر يدخل على حسابه المصرفي ويقدر يحول من حسابه المصرفي هاي الفواتير أو الرسوم. وبتتوسع الدائرة شوي شوي بأنه بتصدر بكرة بنشوف شركات عاملة طلعت على الوش وبلشت تعمل خدمات إضافية تربط على هاي المصارف
لتسدد مثلا رسوم لاشياء ثانيه، وبتتوسع الدائره مثل اي تجربه عالميه. اكيد يعني نظام الدفع الالكتروني مطبق عالميا هو كثير مفيد، وبعض الدول استغنوا خلينا نقول صحيح. عن النقود الورقيه صحيح. ولكن نحن عم نقول اليوم قد ايه هي مهم انه بلشنا فيها بالقطاع الحكومي اللي العالم بتعاني فيها من الدور، بتعاني من الانتظار. فمثل ما عم تقول دفع الفواتير شيء كثير مهم. خلينا نحكي هلا فعليا شو اللي رح يطبق او لابصر النور، شو هي القطاعات وكيف انا اليوم كمواطن بقدر استفيد من هي الميزة. حقيقه وزارات معنيه بتصدر فواتير مثل مثلا الاتصالات والكهرباء. الاتصالات والكهرباء صارت مفعله 100%. هلا الفكره وين؟ اذا بنلاحظ نحن من فتره بنلاحظ ان الاتصالات والكهرباء وبعض هدول الجهات صار في عندهم استعلام على الفواتير على الاونلاين. فصرتي من زمان اذا بتنتبهي في خدمات فوتي اونلاين تستعملي عن فاتوره، فلا صار المرحله اللي بعدها هي استعلام ودفع وتسديد من خلال المصارف اللي العامله في الجمهوريه العربيه السوريه. فاليوم اعلان الخميس بيقول انه او التصريحات من مدير عام الشركه السوريه والمعنيين والسيد وزير الاتصالات بيقول انه معنات انه ما يعني يعني انا هيك فهمته على الاقل انه صارت الشركه جاهزه لتخديم المواطنين من خلال المصارف الحكوميه، يعني عمليا المصارف اللي تملكها الدوله ليست المصارف الخاصه. فاليوم معناتها نفهم منها انه اي حدا عنده حساب مصرفي بمصرف حكومي حيقدر يفوت على حسابه ومنه يعمل تسديد لفاتوره الكهرباء او فاتوره مياه او فاتوره هاتف من خلال الاونلاين عن طريق الويب سايت تبع المصرف او عن طريق ابلكيشن يملكها المصرف. واغلبيه المصارف صار عندها تطبيقات موبايل فمننزلها وبنعمل منها تسديد. هلا لما ذكر وزاره الداخليه وغيرها فاكيد بيقصدوا رسوم اللي العلاقه بهجرة والجوازات من تسديد رسوم جواز سفر، مخالفات سير والى اخره. نعم، هلا بنحكي عن كل هي التفاصيل، الناس يمكن عم تسال اكثر شيء عن الاتصالات، هي الخدمه موجوده ومفعله، شو الصعوبات اللي ممكن انه تواجهكم خلال يمكن تعميم هي الطريقه؟ هلا حقيقه انا يعني برايي كعامل بالقطاع اليوم المشكلة الحقيقية هي ثقافة الموضوع. يعني اليوم بنلاحظ بس بلشت الترند تبع الموبايل، أول شيء بلش الموبايل بالعادة، بعدين بتطور صار عنا SMS، ومن ثم صار عنا MMS، بعدين صار موبايل ذكي عليه تطبيقات، صرنا نشوف الواتس أب وغيره من تطبيقات وإلى آخره. فاليوم هو نشر ثقافة الموضوع عادة بياخد وقت، وهذا الحكي ممارسة عالمية مو بس عنا، وبالتالي اليوم بده وقت ليكون في ثقافة التعامل المصرفي. لأنه اليوم اللي بيملكوا حسابات مصرفية بالمواطنين السوريين لا يتجاوزوا 20-30%. فاليوم بدها فترة للعالم تقتنع انه هي لازم يكون عندها حساب مصرفي، وهذا الحساب المصرفي من خلاله بتعمل كل الحركات. هلا هذا بيساعد على صعيد الدولة بضبط حركة المالية، بضبط حركة الكاش وتخفيف كلف الأوراق النقدية، وبالتالي في عملية بتساعد كتير بدفع العجلة الاقتصاد والسيطرة على سعر الصرف وإلى آخره من انعكاسات، وبساعد المواطن من سهولة التعامل مع الرسوم والضرائب وإلى آخره. وبالتالي اليوم كان الموظف مثلا فرضنا مثل حضرتكم الموظفين بالتلفزيون كنت تتركي شغلك لتقدري تنزلي لوقت معين، تقدري توقفي على كويت جباية تاخذي دور لتدفعي رسم معين، عندك كلف مواصلات عم يسبب زحمة سير، عم يسبب مصروف بإضافة بالوقود وإلى آخره. فبالتالي التداعيات الموضوع كتير كبيرة. يعني اليوم نحن بنشوفها عبارة عن تسديد فاتورة، ولكن إذا بنقرأ أبعاد الموضوع تسديد الفاتورة كان عم يعمل أعباء كتير كبيرة على الحركة المرورية، على تضييع الوقت للمواطن وإلى آخره، على حتى هدك عن موظفين الدولة باستلام النقود وعدها ورجع تسليمها للمصارف وإلى آخره. فاليوم أعتقد السايكل هي حتكون كتير مريحة باتجاه الدولة كلها، من المواطن ابتداء المواطن انتهاء بالقطاع العام اللي الخدمي اللي عم يخدم. طبعا نتمنى أنها تنتشر على مستوى صعيد القطاع الخاص، يعني نتمنى بكرة بدل ما نفوت الفيسبوك ونفوت على موقع نلاقي هذا اللي بيعرضوا ثياب ألبسة ما بعرف شو ونشتري مثل ما أنتم بتعملوا صبايا فمشان ما تضحكوا يعني وتشتروا ويوصلون على البيت وما بعرف أشياء. نتمنى تصير كمان بكرة شركات عاملة وتربط على هالمصارف
وتربط مع أصحاب الخدمات الإلكترونية اللي هي ممكن تكون إي كوميرس، يعني عبارة عن تسوق إلكتروني أو كذا، وتصير كمان تقدري تنقي الغرض اللي بدك إياه وتدفعي حقه وتدفعي حق الدليفري تبعه من خلال شركات نقل. فهذا حيفتح فرص عمل كتير كبيرة حقيقة، وحيساعد على يعني دفع الاقتصاد باتجاه اقتصاد إلكتروني واقتصاد رقمي، واللي هو الترند العالمي اليوم. العالم كله رايح على التحول الرقمي وعلى حكومات ذكية. فاليوم حيكون المواطن قادر على مستوى الشركات الناشئة أنه يقدر يعمل بزنس أهم بكوادر أقل وبكلفة أقل، وعلى مستعيد المواطن حيكون عنده أريحية بالتعامل مع خدماته اليومية ومع احتياجاته اليومية. أكيد. طيب دكتور عمار، يعني يمكن خلينا هيك شوي نذكر للي يمكن هلأ انضم لصباحنا غير وعم بيتابعنا. حكينا بالبداية وقلنا أنه هو إما عن طريق تطبيق على الموبايل أو على الكمبيوتر أو اللابتوب. بالعموم في شرائح متعددة رح تستفيد من، صحيح، مو كل الشرائح بتعرف تستخدم هاي الوسائل التكنولوجية بنفس الطريقة. خلينا نحكي التطبيق رح يكون معرب باللغة العربية، سهولة استخدامه، الخطوات اللي ممكن يستخدمها الأشخاص العاديين، يعني مو كلياتنا نفس الشطارة إذا فينا نقول وسائل التكنولوجيا. خلينا نميز قصة. اليوم الخدمة اللي أعلنت هي خدمة أنه تم الربط، يعني تم إنشاء البنى التحتية، ولكن الواجهة تجاه المواطن هي في عدة قنوات. ممكن تكون بكرة القناة، وهذا الحكي لسه ما بين، يعني ما أعلن، ممكن تكون القناة أنه عن طريق الصراف الآلي نفسه لما حط البطاقة تبعي بدل ما أسحب سدد من خلاله فواتير. ممكن تكون القناة أنه يكون عندي كود على الموبايل حطه ما يدعى باليو اس اس دي كود، أنه حط مثلا نجمة ما بعرف رقم عدادي مربع ما بعرف 200 ليرة فيسدد. عموما الصراف بيسدد فواتير، جزء من الفواتير، جزء من الفواتير وليس كل الفواتير، جزء من الفواتير مو بكل المحافظات، العلاقة مثلا الكهرباء العلاقة بالمحافظات. فاليوم حقيقة فالقنوات تتعدد، فممكن يكون إذا حدا ما عنده موبايل سمارت يكون في كود بيقدر يفوت يدخله هذا الكود ويقدر من خلاله يسدد، فيتم إعلان عنه لاحقا من خلال القنوات هاي. فممكن بكرة تلاقي أعلن مثلا مصرف من المصاريف أنه إذا أنت عندك حساب عندي بهذا المصرف وليكن مصرف إكس، حط مثلا نجمة 100 مربع وبعرف الكود واستعلم عن فاتورة الكهرباء وسددها مثلا. فبالتالي حتكون يوزر فريندلي أو سهلة استعمال من أي مواطن. ممكن مصرف تاني يقول لا أنا عندي تطبيق حصرا اللي معه موبايل ذكي، بينزل هذا التطبيق ومن خلاله بيعمل عمليات السداد. فهي العلاقة هون بالقنوات اللي بيأمنها المصرف للتعامل مع المواطنين. فاليوم بنعرف كل مسافر برا كلياتنا نتعامل بطاقات مصرفية أو نتعامل بتطبيقات موبايل أو كذا، هيك حسب بقى كل مصرف شو مأمن قنوات أو كل شركات. في شركات عاملة هي تكون عادة اسمها شركات تخدم الدفع الإلكتروني ما يدعى Payment Service Provider، هي خدمات شركات دفع إلكتروني. فهي شركات خاصة عادة بتروح بتسهل وسائل العرض للمواطن، من انه بتعمل مثلا تطبيقات سهله بتدمج مع تطبيق الواتساب، بتدمج ما بعرف اشياء. فمنلاقي بكره كثير بتتسارع الامور، بصير في افكار كثير، فبتلاقي بكره قاعده مع حدا بيقول لك نزلت هذا الشغله، بصير من خلال الواتساب بقدر ادفع، هذا بيقول لك نزلت تطبيق ما بعرف شو عملت صار فيني اشتري ثياب وادفع. فبكره حنشوف الامور بتتسارع، ولكن هي قنوات. المهم اليوم اللي اعلن هو البنى التحتيه. البنى التحتيه لما منقول انه صار في ربط بين هي الجهات العامله كمصدري فواتير مع جهه معينه تقدر تقرا هالفواتير وتعرضها وبالتالي قدران سددها، فهون صفى دور بقى الاظهار من خلال شركات دفع او المصارف نفسها تعلن عن قنوات تكون لطيفه ومريحه للمواطن. دكتور يمكن حكيت كمان عن ناحية كتير مهمة، إنه ممكن بعض المصارف تعلن إنه اللي عنده حساب بمصرف معين بيقدر يسدد بقية الفواتير. طب نحن ممكن نعمل يمكن تشبيك أو تعاون مع هي المصارف قبل حتى ما تطبق هي الطريقة على أرض الواقع، إنه نحن يكون كل شيء جاهز، أي شخص عنده مبلغ معين عند مصرف معين أو جهة معينة بيقدر يسدد، وهي بيكون كل شيء جاهز قبل ما نبدأ، عشان ما نبدأ نحن يمكن ونرجع نوقع بالأغلاط أو الصعوبة. حقيقة يعني نقطة كتير مهمة اللي ذكرتيها حضرتك. الفكرة وهي أي مواطن حيفكر فيها اليوم، لنقدر نربط كل المصارف مع بعضها ونقدر نربط هذا الحكي مع بعضه كبنية، مصرف سوريا المركزي أقر مع الجهات المعنية بالموضوع بنية تسمى البنية الوطنية للدفع الإلكتروني. هاي البنية هي بنية تحتية
عم تتنفذ تباعا ليصير هذا الحكي محقق، انه انا وين ما كنت باي مصرف قادر اعمل اي عمليه من اي مكان ثاني. تمام. فهون في مشان ما في تفاصيل تقنيه صعبه على المشاهد، في تجهيزات وبرمجيات لازمه للموضوع بغض النظر اسمها وكيف شو بتشتغل. دور مصرف سوريا المركزي امنه، فاليوم مصرف سوريا المركزي يسعى جاهدا لتامين هاي البنى التحتيه، لربط كل هالعالم مع بعضها، وبالتالي اذا الاتصالات امنت بنى تحتيه لربط مصدري الفواتير، وسوريا المركزي امن البنى التحتيه ربط المصارف، ودمجناهم مع بعض بطريقه تقنيه، طبعا عم بسط الموضوع قد ما بقدر، فقدران انا اعمل هالعمليه بانه يكون عندي اي خدمه من اي مصرف. نعم اكيد. يعني دكتور عمار مثل العاده تعرفنا على كل شيء هيك بيخطر على بالنا عن نظم الدفع الالكتروني وغيرها من التقنيات المطبقه بسوريا، بدنا نتشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات. شكرا لك دكتور مره ثانيه، بنتمنى فعلا تتطبق باسرع وقت، وكل شيء بيريح المواطن وكل شيء بيكون لصالح المواطن يتطبق فعلا بطريقه صحيحه. بتمنى كمان سنه جديده للكل ولكم ان شاء الله. وإلك دكتور شكرا.